مساء الخير واهلا بيكم، حلقه جديده وهنا العاصمه. بكره شم النسيم، كل سنه وانتم طيبين. ما بين امبارح والنهارده وبكره اعياد واحتفالات، فبالتالي حلقاتنا هتكون خفيفه. بكره شم النسيم، وبكره هتكون معانا الفنانه الكبيره عفاف راضي وابنتها الصوت الرائع مي. هنسمع مي بتغني، وهنسمع الفنانه الكبيره عفاف راضي بتغني، ودي اغانينا بقى، يعني جيلنا اللي بيحب الاغاني القديمه، ونسمع الجيل الجديد كمان اللي بيحب مي، ونسمع صوتها الجميل. والاثنين الام والابنه لاول مره سوا مع بعض، وبيحتفلوا معانا بشم النسيم. النهارده هيكون معانا مجموعه من الشباب قرروا ان هم ما يقعدوش على القهوه. صحيح عندهم درجات عليا، منهم ماجستير، منهم ليسانس، منهم بكالوريوس في دراسات معينه، لكن الشهادات دي ما جابت لهمش شغل، فقرروا ان هم يدخلوا برامج تدريبيه ويحولوا مهاراتهم ويعملوا حاجات تانية خالص. احمد ومحمد وسالي، ثلاث نماذج لشباب قرروا ما يقعدوش على القهوه، وقرروا حتى لو معاهم ماجستير هيعملوا ايه؟ ما عندهمش حل تاني غير ان هم يجدوا عمل اخر. احمد الحاصل على الماجستير عمل تدريب واتدرب في إحدى مراكز التدريب، وبعد كده فتح مركز لإصلاح التكييفات، وهيكون معانا النهارده. محمد وسالي كل واحد عنده شهادة مختلفة، وكل واحد دلوقتي بقى عنده محل اكسسوارات، مصنوعات جلدية، لكن الأهم إن هم ما قعدوش على القهوة. هيكون معانا أيضا المسؤول عن برنامج برامج التدريب في مصر، وأيضا برنامج التدريب الإماراتي اللي درب حوالي 80,000 من الشباب. التدريب التحويلي ده مهم جدا، لأنه عندنا مشكلة إنه مخرجات التعليم لا توافق سوق العمل، وبالتالي ناس كتير جدا قاعدة على القهوة. عندنا معدل بطالة 12.8%، يعني عندنا حوالي 3.8 مليون عاطل في مصر، كلهم من الشباب أو أغلبهم من الشباب. تلت شباب مصر قاعد ما بيشتغلش، تلت شباب مصر، 30% من شباب مصر ما بيشتغلش. ده رقم كبير جدا، ورقم لازم نواجهه بأننا نفكر بأفكار مختلفة، وإن الناس ما تفضلش متمسكة أنا معايا بكالوريوس حقوق فلازم أشتغل محامي. خلاص، بدل ما إن ما فيش شغلانة في هذا الأمر، يبقى لازم نفكر في عمل آخر، وده اللي بيحصل في العالم كله. العالم كله الشباب بيحاول يفكر بأفكار مختلفة. التدريب والتحويل ده مهم جدا، وهيكون هتكون دي فقرتنا مع شباب قدروا إن هم يتخطوا هذه العقبة. عندنا أخبار كتيرة، وخلونا نبدأ بوسط البلد ونشوف المشهد الآن في وسط البلد. وسط البلد بيتحول يا جماعة، وإحنا عارفين ما حصل في وسط البلد، لكن أنا عايزة أفكركم بشوارع الشيخ ريحان ومحمد محمود ومنصور وكل الشوارع المحيطة بالجامعة الأمريكية وبوزارة الداخلية. ده كان المشهد من 2011، من نهاية 2011 لما بدأت المظاهرات في نهاية 2011، مش بعد الثورة على طول، في نوفمبر تقريبا 2011، وبدأت مظاهرات محمد محمود وغيرها ومجلس الوزراء. وضعت المتاريس في كل مكان حول وزارة الداخلية كي لا يتم الوصول إليها، وأغلقت شوارع بأكملها في مقدمتها الشيخ ريحان ومنصور، ويعني شوارع كتيرة جدا، نوبار وشوارع محمد محمود طبعا، كل الشوارع المحيطة بوزارة الداخلية. أي حد زي من أهل الجامعة الأمريكية يعرف الشوارع دي كانت قيمتها إيه، وكنا إزاي الشوارع دي كانت من أهم الشوارع بالنسبة لنا في الحركة، لكن ده كان صداع في يعني رأس وقلب كل ساكني وسط البلد. بعد نقل وزارة الداخلية الأسبوع الماضي في التجمع، أصبح هذا هو المشهد. النهاردة وسط البلد بتتشال المتاريس، النهاردة أمام وزارة الداخلية خلاص بتتشال كل هذه الأماكن وبتتنظف، وهترجع وسط البلد مرة أخرى لرونقها، واحتمال كمان يبقى عندنا تقدم آخر إذا ما تم بالفعل إخلاء ونقل مجمع التحرير. معنا على الهاتف سيادة اللواء أحمد تيمور، القائم بأعمال محافظ القاهرة. سيادة اللواء مساء الخير.
مساء النور يا استاذ رميس، وكل سنه وحضرتك طيبه. وانت طيب، وانا شايفه ان ده مشهد جميل جدا، اخيرا المتاريس الكئيبه دي بتتشال وبيتفتح شريان مهم جدا في قلب القاهره وفي قلب وسط القاهره. استاذ رميس اسمحي لي اقول لحضرتك حاجه، ان الدوله بصفه عامه والعاصمه وكل المسؤولين لن يتوانوا لحظه عن تقديم اي خدمه ممكن تخدم المواطن او تسهل منهم. اللي كان موجود ده كان موجود فرضته فرض الواقع والظروف الامنيه والحياه هي اللي فرضته العظمه. مجرد ما حصل الاحتفال وافتتاح مقر وزاره الداخليه الجديد، ثاني يوم كان القرار على طول من الوزاره برفع المتاريس عشان عوده الحياه الطبيعيه، وزي ما حضرتك قلت ان شاء الله باذن الله عمل حد فيه تصور ليها في اطار تطوير القاهره الخديويه، ودي امتداد لمنطقه وسط البلد، لان دي القاهره دي العاصمه، وباذن الرحمن مجرد ما هترفع الامور دي كلها ان شاء الله هيبدا التعامل معها وتوظيف الطرق كلها ورصفها وتسهيلها للمرور، وبالتاكيد هتعمل سيوله مروريه وهتشعر الناس بالارتياح، لان كان في اختناق مروري، اللي رايح المكان في الشوارع دي كلها كان بيلف عن طريق اخر، فكان تاني يوم القرار مباشره، تاني يوم الاحتفال. كان شارع مقفول يا سياده اللواء؟ اعتقد كان ايه؟ كان احنا بنتكلم على الشيخ ريحان وايه ونبار ومحمد محمود. يعني هي المنطقه كلها كان حتى لو النهارده حضرتك لو قفلت شارعين في المنطقه دي كان بيعملوا اختناق يا استاذ رميس لغايه شارع مجلس الشعب ولغايه بدله زغلي. كان اختناق على مستوى المنطقه كلها طبعا، لان اي شارع كان ليه اتجاه محور بيحدد الحركه المروريه، فلو قفلت شارع واحد مش اربع شوارع كان بيعمل اختناق. صحيح. النهارده الحمد لله باذن الرحمن باذن الله هنشوف حركه في خلال اسبوع، هترفع المتاريس دي كلها، هتحود الحركه الطبيعيه في المنطقه جدا، اصحاب المحلات واصحاب المهن والمواطنين سكان المنطقه هيشعروا بسعاده ان شاء الله قريب جدا. وبقول لحضرتك النهارده القرار اتخذ ثاني يوم الاحتفال. ثاني يوم. الحقيقه انا بحييكم على سرعه الحركه في هذا الامر. هل صحيح انه كمان المبنى المجمع سيتم اخلاؤه؟ ان شاء الله مجمع التحرير يا استاذ رميس عباره عن 13 دور بيتشكل من حوالي 1310 تقريبا حجره. في حوالي في جزء تابع لوزارات ومصالح حكوميه وجزء تابع للمحافظه حوالي 400 غرفه، وفي عندي ادارات كثيره جدا موجوده زي الاداره التعليميه، رئاسه المنطقه الغربيه، نائب محافظ المنطقه الغربيه، مديريه الشباب والرياضه، مديريه الطرق، مديريه النظام، التضامن الاجتماعي، في مصالح حكوميه كثيره جدا، وعندي في نفس التوقيت حوالي 400 غرفه برضه للمدارات التابعه لوزاره الداخليه. الحقيقه احنا خدنا قرار لان النهارده ميدان التحرير حصل فيه تطوير شامل جدا في اطار برضه تخفيف الكثافه المروريه على وسط البلد. مجمع التحرير بترد عليه اعداد كبيره جدا يا استاذ رميس على مدار اليوم لمصالح متعدده اكثر، بيجدوا صعوبه في ركن عربياتهم، الجراج محطوط هنا، فخدنا القرار ان احنا لازم نتعامل مع هذا الموقف في اطار التطوير الشامل. قررنا في ثلاث اماكن ان شاء الله، في حي النزهه عندنا وفي حي الساحل باذن الرحمن وفي وحي الويلي، اخترنا اماكن اراضي هنبني عليها مباني خاصه بمحافظه القاهره لاحتواء الادارات اللي تابعه لوزاره القاهره زي التربيه والتعليم والشباب والرياضه ومديريه الطرق والاسكان. وانا خطبنا وزاره الداخليه ان شاء الله علشان برضه حضرتك دي مصالحها، نقلها هياخد يعني مجهود شويه لان في شبكات اتصالات وفي خطوط اتصالات وفي كمبيوتر وفي معلومات محاضنه، فان شاء الله برضه وقلنا ان احنا عاوزين نحط تصور على اخر 30/6 او 7 باذن الرحمن نكون اخدنا المجمع. تكونوا اخليتوا المجمع تماما. باذن الله ازاي نتعامل معاه؟ الو؟ ايوه سامعاك يا سياده اللواء. اموري فن، هنحط التصور ان شاء الله مع اهل الخبره طبعا والمستشارين مجرد ما يتم اخلاء المجمع كيف يتم التعامل معاه؟ في اطار وضع رؤيه برضه تتناسب مع تطوير وسط المدينه. يعني هيبقى ايه المجمع التحرير ده؟ متخيلين يبقى شكله عامل ازاي؟ يعني هتهدوه ولا تخلوه ولا ايه؟ لا يا ما انا بقول لحضرتك النهارده ده قرار يا استاذ رميس لازم يكون من خلال اهل الخبره. احنا الاول القرار الرئيسي بالنسبه لنا ان احنا كنا نخلي ماشي اوكي، اخلي 1310 غرفه، مصالح متعدده وكلها مصالح خدميه للمواطنين، كم المترددين على المجمع عدد كبير جدا بيجوا سواء في المواصلات او يركنوا عربياتهم في وسط المدينه، كان عامل ضغط وضغط غير عادي على المنطقه. ده حقيقي. كان لازم يتم التعامل وينتخب فيه القرار، احنا محتاجين النهارده القرار الجريء في كل المواقع طبعا. هل خدتوا قرار فيما يخص مبنى هل خدتوا قرار يا فندم فيما يخص مبنى الحزب الوطني القديم؟ الارض يعني بعد هدمه الارض دي قررتوا هتعملوا فيها ايه؟
لا والله حضرتك شوف قرار الحزب الوطني، يعني احنا هتتم الاخلاء اللي هيتم الهد للحزب، انما القرار طبعا لسه هيدرس وهيتاخد فيه قرار نهائي مش على مستوى المحافظه بس، فانت على مستوى مستوى الشهداء الدولة. ضروري مظبوط. ان شاء الله باذن الله. اذا بحلول 30/6 او 30/7 احنا بنتكلم ان المجمع هيتم اخلاؤه ان شاء الله لتطوير هذه المنطقة. امل هذا، امل هذا يا استاذ رميس. نأمل حضرتك ذلك. النهارده عندي زي ما قلت لحضرتك عندي قطاع كبير، النقل المصالح دي هيحتاج منها مجهود، يعني طبعا الاسواق طبعا. الداخليه وعلى راسهم مصلحه الجوازات، مصلحه فيها معلومات كبيره جدا من زي سيستم معين اللي فيها منظومه معينه عشان تتنقل، لازم يستعد استعداد كامل، لان ودي مرتبطه على مستوى الجمهوريه لانها كمان عشان مرتبطه تعمل مصلحه بمصالح الناس، الجوازات. يعني الناس متعوده انها بتروح المجمع في هذا المكان علشان تقضي مصالحها، فده برضو لازم نسهل على الناس بالظبط برضو فندم، حركتهم وحياتهم. بالظبط، ودي مصلحه حيويه جدا مرتبطه حضرتك شبكه معلومات على مستوى الجمهوريه كمصلحه وجوازات، فطبعا لازم كل ده يبقى متعمد اول ترتيباته صح عشان ما يحصلش خلل في خدمه المواطنين. أنا بشكرك سيادة اللواء أحمد تيمور القائم بأعمال محافظ القاهرة. إذن وسط القاهرة بيستعيد مرة أخرى رونقه. إحنا كنا في القاهرة الخديوية، عملنا حلقة رائعة وسط القاهرة الخديوية ما بين ميدان التحرير وميدان عابدين والشوارع الرائعة اللي كانت اللي بتستعيد رونقها مرة أخرى وبيتم إعادة دهانها وإعادة ترميمها من جديد. وأيضا إحنا زي شايفين كوبري قصر النيل كمان بيتم إعادة ترميمه، التماثيل بيتم إعادة ترميمها، دلوقتي بتزال كل الخرسانات حول وزارة الداخلية، وها هو المجمع كمان المفروض إن هو يتم إخلاؤه ويعود قلب القاهرة مرة أخرى نابضا بالحياة والجمال. تعالوا بقى نشوف المصريين اللي بيشتروا الفسيخ والرنجة، حتى لو ارتفعت أسعاره، حتى لو الناس قالوا لهم إن ده بيجيب تسمم، حتى لو قال احذر ده خطر، برضو بيشتروا. يا سلام على الريحة، تحس كده إنك بتجدد الحياة من جديد، وده سر احتفال المصريين بعيد شم النسيم. طبعاً في ناس هتقولك إيه الريحة الوحشة دي، بس في ناس تانية هترد عليهم وتقول لهم عيشوا عيشة المصريين واتمتعوا بالحياة. طبعاً شم النسيم ما بيخلوش طبعاً من أكل الفسيخ والرنجة، تمام، والبصل طبعاً ده يوم بيبقى ليه علامة طبعاً مميزة أو كده. هو الفسيخ والرنجة والبصل والليمون والأسرة وكده، وكل سنة وأنت طيبة. اشتريت إيه بقى؟ اشتريت كيلو ونص فسيخ. كام؟ ب 100، ب 110. غالي مش غالي هنشتري؟ ما دي فرصة بقى، يعني كل سنة مش هتعود، يعني ربنا عاد علينا وعليكم بالخير. ومشاركة حلوة لإخواتنا وحبايبنا بتوع شبرا ومسارة الأقباط، بقول لهم كل سنة وأنتم طيبين عشان الأعياد. الأسعار كل مدة ومدة وبتعلى وكده، بتزيد وكده، فطبعا شيء طبيعي إن هي لازم تزيد يعني مع الجو اللي إحنا فيه ده يا فندم. مش هتبطل تاكل فسيخ؟ لا استحالة يا فندم. ونروح بقى على السلطات والليمون والبصل واللازي منه، الفرشة الجامدة جدا واللي من غيرها ما يكملش طعم الربيع عند المصريين. هل ممكن يوم يعدي يوم شم النسيم من غير البصل والليمون؟ لا تعودنا بقى كده وخدنا على كده وبقى من تقاليدنا المصريه ما نقدرش نستغنى عنها. بنجيب بقى الفسيخ حضرتك وبنقعد كده في الجنينه، ما بنقفش بقى الملايه، تمام، معايا المدام ومعايا الاولاد، تمام، وبنفتح بقى الفسيخ كده ونعصر عليه بقى الليمون والبصل ونديها بقى وكده. قولي لي اسعار البصل والليمون ايه؟ بجنيه وبجنيه ونص وخمسه وبجنيه. يلا ايه بلاش، طمنا بقى الاسعار، الكيلو بكام؟ كيلو رنجة، كيلو الفسيخ؟ كيلو رنجة مثلا ب 25 الهولندي، وفي ب 35 السوبر. الفسيخ مثلا في حاليا دلوقتي ب 100، وفي ب 90، وفي ب 85، السردين ب 25، الملوحة مثلا ب 85. أكتر من 4000 سنة والمصريين مصرين إصرار رهيب على تناول الفسيخ والرنجة ومشتقاتهم، ولا تحذيرات وزارة الصحة نافعة معاهم ولا ارتفاع أسعار مأثر فيهم، المهم يتلموا وسط الحبايب عشان يستمتعوا بأعياد الربيع. نسرين فؤاد، هنا العاصمة. النهارده هنعرض لكم تقريرين من زيارتنا لامريكا لواشنطن. التقرير الاول هو حوار مع نائب رئيس صندوق النقد الدولي ديفيد ليبتون، وبيتكلم عن مصر وبيتكلم على ايضا منطقه الشرق الاوسط. ايضا هنتكلم على الخلاف السعودي الامريكي حول مشروع قانون
موجود معروض على الكونغرس الأمريكي ربما يعني يتم إقراره، وربما يعرض المملكة السعودية للمساءلة أمام القضاء الأمريكي في حال ثبوت تورطها في أحداث 11 سبتمبر. إحنا كنا سألنا عدد من الخبراء في واشنطن حول ذلك، وهنسمع ماذا قالوا. لكن خلونا نبدأ محليا بما أعلنته الرقابة المالية من أن هناك ارتفاع ب 30% في نشاط شركات التمويل العقاري في الربع الأول من السنة. والحقيقة ده خبر مهم، لأنه التمويل العقاري والمبادرة اللي كانت لسيد هشام رامز المحافظ السابق واللي استكملها ايضا سيد طارق عامل المحافظ المركزي الحالي، كانت مبادره مهمه جدا لتوفير حوالي 10 مليار جنيه للتمويل العقاري. لكن المشكله كانت في المعوقات البيروقراطيه، والمشكله كانت في توفير المساكن والعقارات في الحقيقه. معي على الهاتف السيد شريف سامي رئيس هيئه الرقابه الماليه. مساء الخير يا فندم. مساء النور، اهلا بيك. يعني الارقام دي بالنسبه لك بتعبر عن ايه استاذ شريف؟ الارقام دي ممكن الواحد يسعد بيها وممكن يحزن. ازاي بقى؟ بنسعد اكيد لما بنلاقي زياده 30% في الربع الاول. اظن الرقم التمويل وصل 300 وشويه مليون جنيه. ده شيء طيب. من ناحيه تانية الرقم صغير قوي على بلد زي مصر. ده حقيقي. يعني احنا بنتكلم في ايه من شركات التمويل، احنا بنتكلم في 303 مليون جنيه، وده فعلا رقم قليل قوي. ده في الربع الاول. الرصيد بقى التمويل ده هو العقود بتاعت السنه اللي فاتت واللي قبليها 2.7 مليار جنيه. نتذكر انه في جناحين للتمويل العقاري، في الشركات 11 شركه بتتبع الهيئه، هو ده الرقم اللي احنا قلناه، وفي ايضا البنوك اللي كانت بتشتغل على استحياء ويمكن نشاطها زاد اكتر مع مبادره البنك المركزي اللي ذكرتيها من دقائق. السؤال بيجي بقى ليه في مشكله في التمويل العقاري ما بينموش بالارقام اللي شعب فيه 90 مليون مواطن لازم يبقى موجود فيها؟ لها كذا سبب، يمكن واحده منهم مشكله التسجيل العقاري في القاهره واسكندريه والمنصوره. عندنا مشكله انه اكتر من 90% من الوحدات غير مسجله. عشان كده هتلاقي اغلب الارقام اللي بتشتغل دلوقتي في المناطق العمرانيه الجديده زي الشيخ زايد والشروق والعبور، لانه دي ما فيهاش مشاكل تسجيل يعني. طب ما والحل ايه؟ ما احنا هنفضل يعني في هذه الدائره المغلقه كثيرا. يعني الحل طبعا انه يبقى في تطوير وتبسيط لمنظومه التمويل العقاري، ودي كانوا بدوها في 2010 وقت الدكتور احمد درويش ما كان وزير تنميه اداريه، ان نغير يبقى حاجه اسمها التسجيل العيني مش التسجيل اللي هو سلسله الملكيه اللي عندنا النهارده دي. زائد اكيد هيساعد تخفيض التكلفه بحدود الدخل اللي هي البنك المركزي بيتبناها حاليا. اكيد هتشجع ناس اكتر انها تخش في منظومه التسجيل العقاري. بشكرك استاذ شريف سامي رئيس هيئه الرقابه الماليه. طب قبل ما نقفل مع حضرتك، هل في اي تطور في صفقه سي اي كابيتال؟ لا، احنا اعلنا الموقف الهيئه اظن كان يوم 13 ابريل انه كان في مشكلتين لازم نتخطاهم لمعاوده السير، واحده تتعلق بنك التجاري الدولي قضيه واتحلت في محكمه النقد، وباقي المشكلة الثانية تتعلق بمخالفات منسوبة للمساهم الرئيسي في بلتون. لما تتحل دي نقدر نعاود الدراسة. طب ويعني نعاود دراسة الموقف، مش نبرم الصفقة او مش توافقوا على الصفقة؟ لا، لانه نكمل ندرس حاجات، يعني مش انه التنفيذ معلق عليهم. استكمال الدراسة هو التعبير الصح، هو اللي معلق على بقى مخالفة واحدة، لانه السي اي بي يعني النقد حسم الموضوع بالنسبه له. بشكرك استاذ شريف سامي رئيس هيئه الرقابه الماليه. اذا هيئه الرقابه ستعاود الدراسه في حال لسه في يعني ما يقولون انها مخالفه فاضله للمستثمر الاساسي في بلتون، وسيعاودوا الدراسه بعد ده. يعني دي صفقه كده شكلها ايه؟ مش هتتم. طيب
الحقيقه انه من الصفقات ايضا اللي احنا يعني مش عارفين اذا كانت هتتم ولا لا، المصالحه مع رجال الاعمال، وخاصه انه في بعضهم حصل تفاوضات ومفاوضات على مده طويله، وتم الاتفاق على سداد اشياء عينيه وفلوس، لكن واضح انه هذه المصالحات لسه متوقفه متعطله. قد التصالح مع رجل الاعمال حسين سالم معطل ومتوقف طبقا لمحاميه الدكتور محمود كبيش. على الجانب الاخر مصادر قضائيه اخرى بتقول لا والله احنا متفقين على 78% تنازل من الاصول ومن الثور من الثروه، وهو لم يتنازل الا عن 75% فقط، وبالتالي احنا عندنا 3% فرق في هذه التنازلات، فلن تتم الصفقه ولم يتم رفع اسمه من على قوائم الممنوعين من السفر او من او كل القضايا اللي احنا بنتكلم عليها دي الا بعد اتمام هذه التنازلات. معي على الهاتف دكتور محمود كبيش محامي رجل الاعمال حسين سالم. دكتور كبيش، ايه الوضع بالظبط؟ اهلا بك، اتفضل. الوضع ببساطه شديده، احنا كان في اتفاق محدد تماما بايه العناصر التي يتعين التنازل عنها، التزامات على الطرفين على الدوله والتزامات على رجل الاعمال بناء على الاتفاق الذي تم ابرامه من الجهات المعنيه، حددت فيه العناصر او الاشياء التي يتعين عليه التنازل عنها، وحددت التزامات على الطرف الاخر. هذا الاتفاق تم وفقا لكل القوانين المعمول بها المتعلقه بالتصالح، سواء الماده 18 مقررا به، او القانون الذي استزاد الاموال، او قانون الكاس غير المشهور، ووافقت عليه بكل ما فيه من تفاصيل. وافقت عليه ليست فقط وزاره العدل واداره الكسب المشهور، انما وافقت عليه لجنه استرداد الاموال والتي يراسها معالي النائب العام، ووافق عليه مجلس الوزراء. قام السيد حسين سالم بتوكيل، وانا كنت احد الوكلاء، بالتنازل عن كل العناصر التي تضمنها الاتفاق. طب معلش بعتذر دكتور كوبيش، ابقى معي لان في خبر عاجل جالنا منذ قليل وهنحاول نتوثق منه من نقابه الصحفيين ومن السيد نقيب الصحفيين. سياده السيد نقيب الصحفيين استاذ يحيى علاش، مساء الخير. مساء الخير يا استاذ. هل ما دقه الخبر الذي اذاعته الجزيره منذ قليل؟ للاسف الشديد هذا خبر صحيح وهذه فضيحه. لو نقول للناس، بس نقول للناس حصل ايه بالظبط يا سياده النقيب؟ حصل انه مجموعه من رجال الامن اقتحموا نقابه الصحفيين لاول مره يحدث هذا الامر، عشان يقبضوا على صحفي مطلوب جابته واحضاره ولجا للنقابه، وكنا بصدد اتخاذ الاجراءات القانونيه لتسليم زميلنا طبقا لاجراءات للقانون، لكن لم يخطرنا احد وكان على 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 الداخليه اذا كان عندها امر من نيابه ضبط واصداره ان تخطر هذه النقابه المجرم اقتحامها، لانه هذا لا يمكن ان هو يتم في دوله قانون. انا بناشد السيد رئيس الجمهوريه انه هذا امر جلل وامر خطير، ولابد ان يتدخل بنفسه لاصلاح مسار عوده الامن، الدوله الامنيه على هذا النحو. هذا امر يسيء الى مصر ويسيء الى النظام ويسيء الى الرئيس شخصيا، لا يمكن ان نقبل هذا الامر على اي نحو. نقابه الصحفيين لم تخطر لا بطريق قانوني ولا غير قانوني، بل بالعكس انا لما عرفت ان زميل لجا للنقابه بالامس اتفقنا على اتخاذ كل الاجراءات القانونيه لتسليم الزميل، لان احنا لا يمكن ان نخالف القانون. خلينا الاول نسال، هو موضوع الزميل مطلوب ضبطه احضاره في ايه يا استاذ يا سياده النقيب؟ على خلفية الاحتجاجات المتعلقة بموضوع الجزيرتين، هذا وفي جنحة يعني موجودة. فده أمر خطير جدا، أمر خطير جدا. الداخلية تعتمد، دي أحد مؤسسات الدولة، لا يمكن، لازم نفرق بين مؤسسة مؤسسات الدولة وبين بلطجي. لا يمكن يا أستاذة لميس، هذا أمر خطير جدا، لأول مرة بيحدث في تاريخ النقابة هذا الأمر، أو في تاريخ أي نقابة، إنه الأمن يقتحم النقابة
عشان يحصل على زميل دون اختارنا باي شيء. البعض ممكن يقول لك وانا طبعا انا يعني مؤيده كلامك تماما، لكن البعض ممكن يقول لك ما هو بينفذ القانون، يعني هو اداء يعني بينفذ القانون. انا معني ايضا بالتأكيد باحترام القانون، وانا وزاره الداخليه كان يمكن ان تبلغني انه في قرار ضبط احضار صادر من نيابه بخصوص الزميلين فلان الفلاني وفلان الفلاني، وهما موجودين في النقابه وبرجاء اعمال القانون فيما يخصهم. فانا وحضرتك بتؤكد لي ان الداخليه لم تبلغك باي شكل من الاشكال؟ لم تبلغ باي شكل، لم تبلغ. وبعدين احنا مش احنا لا 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 لا, لا يعني احنا دولة قانون، واحنا نقابة نحترم القانون. وانا كنت مع زميلي امبارح، واحنا زميلي مش جاي النقابة عشان يعتصم، زميلي جاي النقابة عشان النقابة تتخذ الاجراءات القانونية. وانا اجريت بعض الاتصالات امبارح مع شخصيات مع جهات سيادية مهمة لهذا الامر، لانه هذا الامر ما يخصناش لوحدنا، هذا الامر يخصنا ويخص العديد من النقابات. هذا امر يخص المحامين، عندها شخصيات وقود ضبطها واحترها، المهندسين، الاطباء. واحنا اجرينا بعض الاتصالات، وانا اجريت بعض الاتصالات مع النقباء ومع طب انا جاي يعني وحضرتك بتتكلم، انا جايه لي رسائل كتيره من ناس بتقول لك هي النقابه دي سفاره، انتوا ليه عايزين تبحثوا ان على راسكم ريشه؟ النقابه ليست سفاره ولا وانا بقول لك وجهه نظر ناس عاديه. اتفضل يا استاذه. احنا لو اقرين اولا ده مجرم في القانون اقتحام النقابات والاحزاب السياسيه ومؤسسات المجتمع المدني الا بامر من النائب العام. اذا كان النائب العام ادى اذن باقتحام النقابه، فكان يمكن لنا ان نخطر بانه في اذن من النائب العام، وكنا ده امر معروف. لا يمكن احنا لو اطلقنا امر الاقتحامات احنا بقينا في عصابه، احنا بقينا كده مش دوله مش قانون. طيب كلمت مين يا سياده النقيب؟ احنا مع القانون. طيب تمام، كلمت مين علشان هذا الامر؟ اكيد يعني انت النقيب فلازم هتكلم حد. كلمت رئيس الوزراء؟ كلمت مين؟ هذا الامر حدث حالا، لكن انا بقول لحضرتك ان هناك اتصالات من الامس، لانه ما يحدث بالنسبه للنقابات كلها امر انا وانا قلت الكلام ده قبل كده للسيد رئيس الوزراء، قلت له النقابات المهنيه في حاله غياب الاحزاب السياسيه وتاكل السياسه في مصر، الاحزاب النقابات بتبقى ملاذ، وفي حاله توتر اجتماعي وظروف اقتصاديه وحاجات زي كده، وفي جيل كامل من الشباب ده جاء من الميادين الى النقابات انضم ليها، وبالتالي ده ظروفه مختلفه وتفكيره مختلف، ولابد من استيعاب هذا الموضوع، ولابد من التفكير بطريقه سياسيه. يا استاذه لميس، ازاي بعد ثورتين نهجر السياسه ونتكلم بطريقه الامن؟ الامن لا يمكن ان نترك اشياء يمكن حلها بالطريق السياسي للاجراءات الامنيه. هذا خيار سبق فشل، تاكد فشله، كيف نعيده مره اخرى على هذا النحو؟ طيب سياده النقيب، يعني مين الزملاء اللي مطلوب ضبط احضارهم؟ وهل التهمه الوحيده هي التظاهر ولا في تهم اخرى؟ انا هي على ذمه القضيه ديت، لكن انا ما اعرفش التكييف القانوني طبعا اي قضيه بيتقال فيها 10 حاجات يعني، لكن انا بتكلم الاساس اصلا هو هذا الموضوع ايا كان العنوان. انا ده مش مهم يعني، هذه ليست اول قضيه يتعرض لها صحفي او وليست اخر قضيه. انا بتكلم على فكره اقتحام النقابه والقبض على زميل يحتمي بالنقابه. احترام القانون. انا بتكلم حتى لو في لجوء الى النقابه مخالفه ما، نخاطب بطريقه قانونيه. ونحن كنا نرتب مع الزميل، وانا كنت بالامس موجود في النقابه مساء لما عرفت ان هو لجأ للنقابه، وتعاملنا على هذا الاساس ورتبنا له بالفعل. وباكد لحضرتك مره اخرى، احنا اجرينا اتصالات مع جهات سياديه مهمه، وانا لصقت مع عدد من زملائي اعضاء من النقباء في النقابات الاخرى المعنيه بهذا الامر، لان الامر اكبر من حاله عندي او حاله موجوده في مكان تاني. الامر متعلق بامر وطن بيمر بيواجه تحديات داخليه وخارجيه، والمفروض المسائل تعالج بطريقه ليس الامن هو اللي يحل كل المشاكل. كم صحفي في السجن لحد دلوقتي يا سياده النقيب؟ في
استاذ رميس، ملف الحبس الخاص بالصحفيين ده ملف يعني فيه حوالي 27 زميل، لكن تصنيف حالاتهم كلها مش واحده، في بعضهم بينفذ احكام قضائيه، في بعضهم على ذمه قضايا، في بعضهم على ذمه النيابه وبيجدد ليهم، واحنا عندنا قوائم بيهم وطلبت مننا وتقدمنا بيها للرئاسه مرتين عشان من يشملهم العفو ويشملهم يطبق عليه، وكنا بصدد تنظيم ذلك مع الرئاسة ومع المجلس القومي لحقوق الإنسان. نحن نريد لهذا الوطن، لا يمكن يا أستاذ لميس لما يبقى فيه وطن بيحاول يحاصر من الخارج نزيد من الالتهابات في الداخل. العلاج يبقى عندنا في الداخل، لابد الداخل أن يكون متماسك ويبقى فيه لحمة في الداخل عشان نواجه الاخطار اللي احنا مهددين بيها، لكن كل يوم بنلاقي من يؤجج الالتهابات في الداخل ويزيد بؤر التوتر، وده امر خطير لا يمكن ان يترك للامن. انا مره اخرى باكد كلامي، انا بقول لحضرتك انا بناشد اكبر المسؤول في هذه الدوله الرئيس عبد الفتاح السيسي ان يتدخل في هذا الامر وان يعيد الامر. وحضرتك بتؤكد لي انه تم اقتحام النقابه بواسطه ناس كانت لابسه مدني ولا لابسه ميري ولا ايه يا سياده النقيب؟ أنا ما عنديش كل التفاصيل، لكن إحنا عندنا أمن موجود في النقابة، والنهارده يوم أجازة ومفيش في الشوارع حد موجود، اقتحم حوالي 50 واحد، ما أعرفش التفاصيل، لكن دخلوا عملوا إجراءات ترويع للأمن الموجودين وبعض الصحفيين اللي كانوا موجودين، واقتادوا الزميل عمرو بدر والزميل محمود السقا بطريقة فيها ترويع. هذا امر خطير. انا يعني مش عايز كلامي يبقى يعني اقعد اكرر في كلامي، لكن انا فعلا منفعل ومنفعل مش حرصا على كيان نقابي، محدش هيقدر يعمل له اي حاجه ولا هيقدر يمسه ولا هيقدر يهينه، لكن دي اهانه للبلد واهانه لسمعتها واهانه لنقابه بتمثل الصحافه وبتمثل الحريات وانت عارفه يعني المنظمات المعنيه بحريه الصحافه وحريه التعبير، سواء تقاريرها صحيحه او متربصه بينا، لكن نحن نعطيها مدد ونعطيها زاد حتى يعني تقول امور. طيب خلونا احنا هنحاول نتصل بالداخلية. بشكرك سيد نقيب يحيى قلاش. اذا نقيب الصحفيين يحيى قلاش يؤكد الخبر انه بالفعل تم اقتحام نقابة الصحفيين من قبل قوات الامن، وهو بيقول 50 من قوات الامن، واقتادوا قاموا طبقا لكلامه بترويع الصحفيين داخل النقابة، واقتادوا 2 من الزملاء عمرو بدر ومحمود السقا، اقتادوهم بعد ما احتموا النقابة يعني قبضوا عليهم. هذه أول مرة وأول سابقة من نوعها باقتحام النقابات، وبالذات نقابة الصحفيين. احنا بنحاول نتصل بالداخلية لكن الحقيقة ما بيردوش علينا، ونرجو من سيد اللواء أبو بكر عبد الكريم انه يرد على اتصالاتنا ويكلمنا علشان نقدر ان احنا نفهم بالظبط من جانب الداخلية كيف حدث ذلك. الفكرة انه تطبيق القانون محدش يقف قدامه، ولا احنا على راسنا ريشة ولا الصحفيين على راسهم ريشة. بنذكر انه المظاهرات اللي هي كانت من اسبوعين، مش الاسبوع اللي فات، الاسبوع اللي قبليه، كانت مظاهرات غاضبة من موضوع الاتفاق المصري السعودي بتعيين الحدود مع تعيين الحدود البحرية وما يتعلق بجزيرتي تيران وسنافير. دي كانت المظاهرة الكبيرة اللي صورها موجودة أمام النقابة. الجمعة اللي فاتت تم إغلاق الطرق للوصول، لمنع الوصول لنقابة الصحفيين، والنهاردة يوم الحد طبقا لما قاله النقيب تم اقتحام النقابة، وبنحاول نتصل بالداخلية مرة أخرى لكن الداخلية ما بتردش. نتمنى ان يكون في بيان من الداخلية تشرح في هذا الأمر. صحيح النقابة مش سفارة،
صحيح النقابة مش يعني مكان، لكن ده ما حصلش قبل كده. ده يعني الحقيقة انه يعني موضوع يعني موضوع بالنسبة لنا جديد وممنوع بالقانون، وهنتحاول نطلع القانون يا جماعة. ممنوع بأنهي قانون؟ احنا لازم يكون عندنا قانون النقابات، بس نشوف المادة اللي بتمنع اقتحام النقابات، هل بالفعل ده ممنوع بالقانون ولا ايه؟ طيب معلش بنرجع تاني للدكتور محمود كبيش، بس انا عايز ارجع يا شباب، ممكن تطلعوا لي قانون النقابات، موضوع اللي عايزه الماده اللي هل ده صحيح؟ دكتور كبيش خليني اسالك، يعني وانت رجل قانون، هل ممنوع بالفعل اقتحام النقابات ولا ايه؟ يعني قول لي بالظبط صحه يعني هذه المعلومه. لا، هو اذا كان هناك تنفيذ لامر قضائي او لحكم من الممكن دخول لاي مكان، لكن هو في وسائل للبحث عن المطلوبين تبدا بامور اخرى، يعني ليس بهذه الصوره. يعني المساله تحتاج اعاده نظر، في امور كثيره جدا تحتاج اعاده نظر، فضلا عن اني يا استاذ لميس الحقيقه انا حريص على هذه الدوله قبل ان اكون حريصا على اشخاص معينين. انا لا افهم شيئا انه التظاهر بدون ترخيص، مجرد التظاهر بدون ترخيص بجنحة عقوبتها الغرامة التي لا تجاوز 30,000 فقط. التظاهر بدون ازاي يا فندم؟ كل التظاهر بدون ترخيص يا دكتور الناس تاخد فيه سجن. انا هقول لحضرتك، انا ما هو لهذا انا لا افهم، لان التظاهر بدون ترخيص عقوبته بس الغرامة التي لا تجاوز 30. ده في قانون التظاهر الجديد؟ قانون التظاهر، ايوه. وبناء عليه اذا كانت العقوبه المقرره للجريمه هي الغرامه، معناها انه ما فيش حبس احتياط وما فيش عقوبه سالبه للحريه، الا اذا اضيف بقى الى قائمه الاتهامات امور اخرى بمساله لا علاقه لها بالتظاهر. اما التظاهر في ذاته، ودي مساله يعني لم يثرها الكثيرون، التظاهر فقط بدون حصول على ترخيص عقوب الغرامة التي لا تجاوز 30,000 درهم. أنا بأكد على هذه الحقيقة وفقا للقانون. معنى ذلك أنه علشان أحبس واحد حتى احتياطيا أنا محتاج أن يكون العقوبة المقررة للجريمة هي الحبس الذي لا يقل عن سنة على حد أدنى. طيب دكتور، فكرة اقتحام النقابة، وهنا انا ما بتكلم على الفرق ما بين، معلش انا هبعد شوية عن قصة حسين سالم بس ارجع لها تاني. فكرة الاقتحام النقابة، البعض بيقولك طب ما دي مش سفارة، هو انتوا مش عايزين تطبيق القانون ولا ايه؟ هو انتوا على راس كوريشة كصحفيين او اي حد يعني في نقابات اخرى؟ الفرق ما بين فكرة القانون وروح القانون، القانون وتطبيقه وروح القانون اللي ممكن والسياسة أيضا. لا يعني طبعا أنا عايز أقول في حاجة اسمها الملائمة، يعني يسبق تماما، يعني المسألة مش مجرد أن أنا أقبض على شخص يبقى لازم بقوة ضخمة جدا أتوجه للحصول، ما في وسائل أخرى، يعني من الممكن أن هو الاتصال بالنقيب أو الاتصال بالقائمين على المكان يخبرهم بأن لديهم شخص مطلوب القبض عليه أو مطلوب للعدالة ما إلى ذلك، إذا كان مطلوبا يعني وفقا للقانون. قبل أن يسبق ذلك اقتحام يعني بهذه الصورة، يعني أنا عايز أقول في ملائمات. ملائمات بالظبط، في ملائمات سياسية بالظبط. نعم. طب ارجع تاني لقصه حسين سالم، حضرتك بتقول لي انه تم اتخاذ كافه الاجراءات كما تم الاتفاق عليها، ولكن لم يتم برضو الانتهاء من هذه الصفقه او من الجزء القانوني، الشق القانوني الخاص بحسين سالم. شوف يا استاذ لميس، علشان اكون مختصر وموجز تماما، حرصا انا اكثر حرصا على الدوله، على مصداقيه الدوله، على احترام الدوله للقانون، قبل أن أكون حريصا على حسين سالم، رغم أن من واجبي أن أكون حريصا عليه. إحنا نستبنى تماما الالتزامات المقررة في القانون والمقررة في الاتفاق، وتم نقل كل العناصر الاتفاق، يعني كل الأموال المتفق على نقلها للدولة، وأصبحت رسميا في حوزة الدولة منذ ما يزيد على 20 يوم. اخر اجراء منذ ما يزيد على 20 يوم، وننتظر ان تنفذ الدوله التزاماتها.
ما يقال عكس ذلك غير صحيح. طب في كلام بيتقال ان في قطعه ارض مساحتها 148 الف متر بمدينه شرم الشيخ سبق التنازل عنها كهبه لمحافظه جنوب سيناء، وان دي داخله في التصالح، ما دقه ذلك؟ ده وفقا للاتفاق يا فندم ذكرت هذه الارض وذكرت قيمتها واتفق على انها تشمل او جزء من عناصر التصالح ووافق عليها الطرفان، بصرف النظر على انه ده طبيعي جدا، ده مال نقل من هذا الرجل للدولة، وبصرف النظر عن ذلك فقد تضمنها الاتفاق ووافق عليها وافقت عليها كل الجهات. كان مطلوب كده محدد يا استاذه لمين، 1 2 3 4 تنسلم ملزم بالتنازل عنها، ومنها هذه الارض، ومنها هذه الارض، مش في اتفاق وفي عهد يا جماعه ولا ايه؟ وتم نقل هذه الاموال واصبحت رسميا في استغرقنا حوالي شهرين أو 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 من إجراءات لغاية الصعوبة والعقبات الإدارية، يعني رفض إن إحنا نعمل توكيل عام بنقل الأموال ونقلناها، كنا نذهب إلى شرم الشيخ وإلى الأقصر ويمينا ويسارا حتى قمنا بنقل الملكية بعقود مشهرة للأشياء التي تحتاج ذلك، وقمنا بنقل أسهم الشركات وأصبحت كلها في حوزة الدولة، وفينا بالتزاماتنا كاملة دون نقصان. بقي امر انا الحقيقه لا يمكن ان اتخيل ان الدوله تمس مصداقيته او يمس القانون، لان احنا نقلنا هذه الممتلكات وفقا ليس فقط للاتفاق وانما وفقا لنصوص القانون. طب احنا بيقولوا لك ايه يا ماتر؟ يعني بيقولوا لك ايه لما بتسال يا جماعه احنا عملنا كل حاجه زي ما انتم طلبتوها، فين بقى الرفع من القوائم من المنع من السفر؟ فين ده؟ بيقولوا لك ايه؟ انا اخر ما غلبت عملت اعلان على يد محضر، اعلان على يد محضر للدوله. ايوه يا فندم، لما قيل سمعت او قيل كما قيل اليوم انه لم يتم التنفيذ، بقي جزء من التنفيذ بقي، فانا رحت عامل اعلان على يد المصدر لكافه الجهات المعنيه ومنها السيد رئيس الوزراء، السيد وزير العدل، السيد رئيس اداره الكفز المشروع، وقلت له هذا هو الاتفاق ووضعه كالاتي 1 2 3 4 تمت الموافقه عليه من كافه الجهات المعنيه قبل ان نبدا في التنفيذ، ثم قمنا بالتنفيذ على النحو التالي، الاتفاق بيشمل 1 نفذناه وادي المستند الذي يؤكد ذلك. الاتفاق بيشمل 2 كذا قمنا بتنفيذ، وهذا هو الاتفاق المؤدي الى هذا هو المستند، واعلناهم بذلك حتى نتلقى ردا. لم نتلقى ردا رسميا. حقيقه انا مش عارف النهايه. لماذا هذا السعي الحثيث لتدمير اسره باكملها؟ دمرت. يعني الحقيقه هو هي فكره مصداقيه الدوله مهمه جدا، اذا كنا اتفقنا على حاجه يبقى ننفذها، ما اتفقناش يبقى دي قصه تانية، لكن نتفق وكل شويه نرجع في كلامنا دي قصه الحقيقه محتاجه وقفه مهمه جدا. انا بشكرك دكتور محمود كوبيش محامي رجل اعمال حسين سالم. القصه هنا مش حسين سالم، معتذر يعني ليه ولاسرته الكريمه، القصه هنا هي عقد اتفاق. احنا اتفقنا احنا والدولة او هذا الرجل والدولة على شيء معين، هذا الاتفاق يتم تنفيذ بنوده من الطرفين. لو الجانب الحكومة شايفة انه الجانب القطاع الخاص او رجل الاعمال لم يوفي اشياء معينة من التزاماته يقول له، لكن فكرة ان احنا كل شوية نعدي بقى من مش عارفة 75% ل 78%، ما تقولوا ان انتوا عايزين 100% من الاول، يعني مفيش مشكلة خدوا كل حاجة، بس الفكرة انه فكرة الالتزام، المصداقية، تنفيذ التعهدات، على فكرة دي بتبقى اشارة للجميع، اشارة لرجال الاعمال جايين يشتغلوا، اشارة للناس اللي جاية من بره، اشارة لكل حد. هو انا دولة برجع في كلامها ولا دولة بقى في بالتزاماتي؟ ده جزء. الجزء التاني بقى هو الكلام عن العقل السياسي للدولة، واللي ناس كتيره بتزعل لما بقول ان هناك غياب للعقل السياسي للدوله. ما حدث اليوم في نقابه الصحفيين لو فعلا صحيح، وده طبقا لروايه النقيب يحيى قلاش، الحقيقه انه ده غياب للعقل السياسي للدوله. ده غياب للعقل السياسي للدوله. لانه لا يمكن
حالة الاستنفار، عايزين نقبض على حد ما نقبض عليه، مفيش مشكلة، مفيش حد فوق القانون، مفيش حد فوق القانون، لكن أكيد في طرق أفضل من كده، أكيد في ملائمات سياسية أفضل من كده، أفضل من فكرة اقتحام النقابات وترويع الناس وترويع الصحفيين واستفزازهم. وأنا برضو هنا باخد الكلام كله من النقيب يحيى علاش وفي انتظار رد الداخلية. أتمنى أن ده ما يكونش هو اللي حصل بدقة، وأتمنى أن يكون ده في مبالغة، وأنا ما زلت في انتظار توصيف الداخلية ورد الداخلية عما حدث. نخرج فاصل، وبعد الفاصل نتابع هذه الأخبار.